السلام عليكم بنات، كيف احوالكم؟ تمنى نلقاكم الفيديو بخير وعلى خير وبتمام الصحه والعافيه. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشارك معكم طلبيه الغريبه ديال بهله، تجي ناجحه مقرمشه تدوب في الفم، صراحه كتجي ولا اروع، تجي مشققه لذيذه. غنشارك معكم كذلك اسرار نجاح هاد البهله، ثمن البيع وكذلك الكميه اللي خرجت ليا هاد العجنه. نبداو ان شاء الله على بركه الله بالمقاطر مع طريقه التحضير في نفس الوقت. نبداو باول حاجه، عندنا هنا كيلو ديال الفرص ديال الحلويات، الدقيق الممتاز كيكون مغربل من طبيعه الحال، كنضيفوا ليه كاس ديال الزنجلان، هي مصهد في الفران، ميكونش محمر، كاس ديال اللوز مهرمش، ميكونش مطحون حتى هو بزاف، يمهرمش على هاد الشكل. عندنا معلقة صغيرة ديال القرفة مطحونة، كذلك عندنا ثلاثة ديال الخمارات ديال الحلوى، أنا هنا عندي ديال العبار، كل معلقة صغيرة عندي بخمارة. المهم عندنا ثلاثة ديال الخمارات ديال الحلوى، عندي جوج كيسان ديال سنيد الرقيوقة، عندي هنايا كاس الاخراني ما عمرش فيه كاس لاروب، كاس الاول عمر، الكاس الثاني فيه كاس لاروب ما عمرش، عندي فلون ديال الكراميل كيعطي اللوين زوين الغريبة ديالنا، عندي هنا قريصه ديال الملحه، ونتر ناخذ دوك النواشف كنخلطوهم مزيان، كنمعكم مع بعضياتهم مزيان هما الاولين، من بعد كناخذ واحد الربع ديال الزبده، 250 غرام ديال الزبده، جوج كيسان ديال زيت المائده، الكاس الاول كنديروه كامل، الكاس الثاني كنبقاو نزيدو من شوي بشوي، حنا كنجمعو العجينه وكنتلكوها وكنزيدو في الزيت. هاد الغريبه ديال البهله كتبغي تدلك مزيان، كتبغي الخدمه مزيان، انا كنتلكها هنا وكنزيد في الزيت شوي بشوي. انا يا البنات كل مره كتهرب ليا العجينه من الكسريه، اختكم معاك زعما فيها مير الكسريه، الكسريه كبيره صافي، بقيت محاوله معها حتى تدلكتها مزيان، هي كتهرب وانا كنرضها. المهم العجينه ديالنا ها هي تدلكات مزيان تبارك الله، باش ما عطيتو هاد الدلك كتجي زوينه وكتجي مشققه. اللي ما فيها ما يدلكها راه كتاخذ الحكاكه ديال مطشاشة حتى كتجمع المقادير في الاول تدلكها شويه، وكتحكها في الحكاكه ديال المطيشه، تعرفي القياس ديال الزيت اللي خصها تزيد صافي، تتكون بحال هكا وتدوزها من الحكاكه تاع المطيشه، تتنقص عليها تمره ديال الدليك. انا هنا حيت عندي هي العجنه، عجنه وحده ما درتش ليها الحكاكه، غير صافي دلكتها وخدمتها. هنايا كيشدو تناخذوا الكويره كنكوروها الى صافي تجمعات لينا، راه هي العجينه كتكون هذاك هو قياسها في الدليك ولا حتى في الزيت، ما بقاش كنزيدو ليها الزيت. البنات اللي بغات تخليها تبات، تخلي الخماره حتى الغد ليها ديرهم وتحطها في الثلاجه، وبعد لك واحد شويه عاد تخدمها تديرها في الطاوه ديالها. انا هنايا ما خليتهاش تبات، درتها في ساعتها ما خليتها تلقى، ما ارتحتش نهائيا، كي عجنتها درتها في الطاوات ديالها دخلتها الفران،
الا خليتوها بات راه كتكون نتيجه احسن من هكا. المهم الا بغيتو تخليوها تبات، الخمارات كديروهم في الوقت اللي بتتبيو تدخلوا البهله ديالكم للفران. انا هنايا خديت الطاوه ديال البهله الخاصه بالبهله، كنكور هذوك الكويرات ديال العجينه تقريبا 24 ولا 25 غرام تيكون في الحبه. كندير حبات متوسطين، بغيت الغريبه تكون الحجم ديالها متوسط، ما تكونش صغيره بزاف ما تكونش كبيره بزاف. المهم 24 حتى 25 غرام في الجراماج ديالهم. هنايا دهنت هذيك الطاوه ديال الغريبه وكنسد فوقها هذوك الكويرات، كنضغط عليهم واحد شويه وعاد كنحطهم. البنات ما تتوش على هذاك التبصيل. هنايا كنت خدمت النهار، خدمت الطرابيه ديال الحلوه ديال التمر، فاش جمعتها وحطيتها في ترتاح في البلاصه بديت خدامه في هاد البهله. كانت عندي الطرابيه فيها الحلوه ديال التمر وهاد الغريبه ديال البهله، ما عرفتش شنو الدور ديالو وبقى تما ما ديتهاش فيه حتى على حسب ضيق الوقت، وكانت عندي الطلبيه خصني نخرجها في الوقت ديالها للسيده. هادشي اللي كاين. انا حبيبتي كنكونو شاعلين الفرن ديالنا على عافيه مهيله، مخليينو يسخن مخليينو يسخن من قبل، نكونو خدامين في الكويرات ديالنا، كنكوروهم ونحطوهم في الطاوه ديال بدخل الفرن، وكنجمعوا العجينه اللي بقات في بلاستيك، تنغطيوها بداك البلاستيك ما كنخليوهاش يضربها الهواء باش ما تنشف. هنا انا كملت الطاوه الاولى وخدامه في الطاوه الثانيه باش ندخلهم ان شاء الله للفرن كما قلت من قبل، تكون عافيه مهيله. كنكونوا ناقصين الفرن مخلينه شميعه باش يتحمر لنا البهله ديالنا من الوجه ديالها وتجي مشققه وتجي مقرمشه وتجي طيبه من الفوق ومن تحت. انا هنايا وريتكم الفران كي شعل عليه العافيه ناقصه شميعه باش ما تحرقش لنا البهله ديالنا وتجي محمره من الوجه ديالها، يجي مذهب ماشي تحرق وتبقى الوسط ديالها ما مطيبش. بغيناها تجي مشقه مقرمشه وطيبه من جوج الجويه، لا من الوجه ديالها ولا من التحت. هنا كما تشوفوا البهله ديالنا تبارك الله ما شاء الله تشققات، كنحطوها من الفوق، كنحطوها في الفوق والعافيه من تحتها حتى كتحمر من التحت، وكنخرجوه وكنخليه الطاوه تجاونا يبردو، ما كنقيسوهاش فهاديك لقيتو فاش نخرجوها من الفران ما حدها باقا سخونه، كنخليوها حتى تبرد حيت دغيا كتفرتت. هنايا البهله ديالنا تبارك الله ما شاء الله جات محمره، جات طيبه من الفوق ومن التحت، كتجي مقرمشه مشققه اللهم بارك، كتجي بنينه في المذاق، تتشي هشيشه وتدوب في الفم. عليها الطلب تبارك الله ما شاء الله، عليها الطلب بكثره اللي خداها، كيعاود يكومونتي عليها مره اخرى. هنا كنوريكم البهله كي دايره حتى من التحت تتجي محمره تبارك الله. عندي ملاحظه البنات، اولا هو سر باش تبقى ديك الغريبه ديالنا محافظه على القرمشه ديالها مده طويله، هو زوج ساشيات ديال الفاني، انا نسيت ما ذكرتهمش لكم في البدايه ديال الفيديو مع المقادير. كنديروهم مع الدقيق ومع القرفه مع دوك النواشف، هذاك الفاني كيحافظ لنا على القرمشه وتيبقى تتبقى مده طويله وهي زوينه في المذاق، ما كتلواش وما كيتبدلش لها المذاق ديالها.
هنا البنات كنقسم معكم واحد الحبه باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. كتجي تبارك الله مقرمشه، كتجي اللون موحد من برا محمره ومن الداخل حتى من الداخل محمره، ما كتجيش بيضه من الداخل ومن برا محمره، كيجي اللون ديالها موحد. بالنسبه للثمن انا كندفعها ب 80 درهم الكيلو، الا كانت هربز دنجلان بلا لوز كانت فيها ب 60 درهم، هاتي بلوز ب 80 درهم. بالنسبه للعبار خرجت لي 2 كيلو عبار، عدد الحبات خرجت لي اكثر من 100 حبه.